كتير قوي النادي الاهلي ظلم تحكيميا. مش بنقول لا لم يظلم، ولكن انا ليه اضع نفسي اسير يعني للموضوع ده؟ ليه انا ما هاجمش زي عاده النادي الاهلي يجيب 4 5 تجوان؟ ما ده دي النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها ده في اللي... بدايه كلامك، لكن فكره بقى ربطها انه لا ده انا مظلوم تحكيميا، ده انا مظلوم بقى، افضل ان انا اكرر على الموضوع ده لدرجه ان هي تكون يعني ساكنه وكامنه جوه اللعيبه وهي مش بتلعب. بيخلقها اللعيب عذر وشمع لي، لا النادي الاهلي كان في يعني في غنى عن الكلام ده. ممكن يكون في ظلم بيتعرض ليه في بعض الاوقات، لكن موجوده عند المقاولين، موجوده عند الاسماعيلي، موجوده عند المصري، عند يعني الكل الاتحاد، تضرر منها. الكل اتضرر منها. لكن انا كنادي اهلي مختلف، انا كنادي اهلي المفروض انا بطل، انا راجل منافس على بطوله الدوري بشكل كبير جدا، لازم زي ما انت قلتي متفق معاكي تماما اعوض واحد واثنين وثلاثه. النادي الاهلي حتى لو ما اتحسبلوش هدف بيعوضه باثنين وثلاثه، النادي الاهلي لو ما اتحسبلوش ضربه جزاء بيعوضه باهداف واثنين وثلاثه. فالنادي كابتن الاهلي ايهاب، اللعيبه دي لعيبه النادي الاهلي، واحد اتنين اللعيبه دي بملايين. انا مش مختلف معاكي، بس لازم دوافع جديده، لازم اخلق اللعيبه دي دوافع جديده، لازم. طب هو في دافع اكتر من ان انا احقق فوز؟ في دافع اكتر من ان انا لا لو هقولك، فرضا يعني ان انا على طول مظلوم وان انا حاسس لا باضطهاد هقول لك وشعور؟ انا حاجه طب ما ده فنيه، دافع على فكره. لا هقول لك حاجه فنيه تتعمل. مثلا الشناوي مش موفق او مش مركز، او هو حارس مصر الاول ما عنديش اي مشكله، العب علي لطفي، العب مصطفى شوبير، اريح الشناوي ماتش ماتشين، هتلاقي الشناوي مختلف تماما. السوليه في وسط الملعب، بس في لاعب على فكره بتيجي معاه بالعكس، ما ما هو يصاب بالاحباط. لا ما فيش كلام، ما هو ممكن لو مصطفى شوبير او علي لطفي لو لعبوا هيبقوا كويسين خلاص، هياخدوا الثقه، هيشيلوا النادي الاهلي، انا هيستمروا. كده انا اقصد ان انا كده خسرت الحارس الاساسي لا بتاعي، ما فيش حاجه، اثرت بالعكس عليه. هخلق منافسه. الحارس الاول بتاعك هيبقى عايز يرجع تاني يبقى هو الاول، فهيتمرن كويس، تركيزه هيعلى تاني، فهيشتغل على نفسه مش اكتر، هتكون نتيجة سلبية فهتبقى يعني أو منافسة عكسية. شرسة جدا. فالاتنين هيبقوا عايزين يلعبوا، بتكسبي حارس كمان جيد مع الحارس الأساسي بتاعك، فبتزيد المنافسة، فدي مصلحة الفرقة. أنا امبارح وقفت شوية عند تصريح كولر، أبرز هو كان له أكتر من تصريح، بس أبرز تصريح اللي اتقال وليس المفبرك الحقيقي اللي اتقال، أنا اتفرجت على المؤتمر. كان بيتكلم يعني تصريح غريب قوي، بيتكلم على نسبة الميس باس إنها قلت، عدم دقة التمريرات قلت. فهل يعني يصح هذا التصريح من مدير فني النادي الاهلي؟ بنتكلم على الميس باس. هو الراجل تصريحاته فيها يعني لغط شويه الفتره اللي فاتت، وتصريحات غريبه. النادي الاهلي الكواليتي المفروض اللي عنده من اللعيبه طبيعي يكون ما عندهاش نسبه هو ميس ده باس على فكره عاليه، فعلا موجود، بس انا يعني عارف لما تبقى مش هي دي. مستنكر حاجه. ايوه مش هي دي اللي انت تطلع تقولها لي امبارح بعد الاداء السيء او بعد النتيجه الغير مرضيه، وممكن تفقدك الصداره النهارده بعد لو في حال فوز الزمالك على الاسماعيلي، او تتساوى في النقاط بعد ما كنت متقدم وكانت ليك الافضليه والاولويه في تصدر الجدول المسابقه. فاعتقد هو لازم يقلل شويه برضو من موضوع الروتيشن، هو عمل روتيشن الفتره اللي فاتت كتير جدا بلا داعي، يعني شويه حتى عدم الثقه في المهاجمين. يعني برضو انا بشوف شادي بيلعب شويه، شادي امبارح اتحرك كويس، لكن اللمسه الاخيره عند النادي الاهلي الفينش، النادي الاهلي يفتقد متعب، النادي الاهلي يفتقد في اللعب المهاجم اللي هو يعني الفيرويد. الفيرويد معنى كلمه، النادي الاهلي المهاجم اللي يلعب اهلي وزمالك من انصاف الفرص.